فهو ينظر إلى مصلحته الشخصية ومصلحته الذاتية، حيث تحققت مصلحته الشخصية والذاتية فثم الحق وشرع الله الموجود الآن على الساحة في جميع التنظيمات وفي جميع الجماعات، بل وفي جميع الجمعيات، بل وفي جميع المؤسسات علمانية أو دينية. الكل ينظر إلى قضاء وتنفيذ وتتميم مصلحته، ومن حيث تحققت فعنده يشرع الله وعنده هو الحق.